تواصل ملاكات قسم الشؤون الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة جهودها بمستويات متقدمة في أعمال مشروع إعادة تأهيل وإكساء الحرم الكاظمي الشريف بعد الوصول إلى قنوات التهوية الموجودة تحت أرضية الحرم وإعادة بنائها ومعالجتها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بوتيرة متصاعدة وهمة عالية مستمدة من منبعي الجود والعطاء، الإمامين الكاظمين عليهم السلام تواصل ملاكات قسم الشؤون الهندسية جهودها وبمستويات متقدمة في أعمال مشروع إعادة تأهيل وإكساء الحرم الكاظمي الشريف بعد الوصول إلى قنوات التهوية القديمة الموجودة تحت أرضية الحرم وإعادة بنائها ومعالجتها بمواد إنشائية وكيميائية خاصة وإيصالها بقنوات جامع الجوادين والقنوات المحيطة بأروقة الحرم، حيث إن عملية فتح القنوات والممرات الهوائية كانت بسبب انسدادها، وتمت عملية إعادة تأهيلها لمنع حدوث الرطوبة مستقبلاً للحفاظ على جدران وأرضية الحرم المطهر. قامت الكوادر الهندسية بالمباشرة بأعمال إعادة تأهيل منطقة الحرم الشريف لتعرض أجزاء كبيرة من مرمر جدران وأرضية الحرم الشريف إلى الضرر نتيجة لعوامل متعددة، منها الرطوبة العالية التي حصلت بسبب انسداد قنوات التهوية التي تقع تحت أرضية الحرم، حيث تضمن العمل في مرحلته الأولى إعادة تأهيل شبكة التهوية وإنشاء شبكة تهوية جديدة للجدران ثم ربطها بقنوات الخارجية لضمان عملية التهوية، إضافة إلى ذلك إنشاء شبكة من قنوات الخدمة تسهل عملية إيصال مختلف الخدمات الكهربائية والمنظومات الأخرى إلى منطقة الحرم الشريف. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى تمت المباشرة بأعمال تغليف جدران وأرضية الحرم الشريف بمرمر الأونكس، وقد وصل العمل إلى مراحل متقدمة. كما نصب فوق تلك القنوات قالب من الصفيح المغلون قبل وضع شبكة من حديد التسليح المغلون وصب الأرضية بخرسانة عالية الأداء لنصل بهذه الجهود إلى نسبة 100% من إنجاز المرحلة الأولى. وتتواصل الجهود في مواصلة الأعمال ضمن التوقيتات الزمنية والمواصفات التصميمية والتنفيذية للمشروع.